اهلا وسهلا ومرحبا انسه ياسمين. يا اهلا وسهلا مرحبا. اهلين وسهلين. تفضلي شرفي. يا اهلين وسهلين. شلون الصحه؟ شلون الاخبار؟ الحمد لله بخير. اي وينك ما عتي بينتي؟ هذا وشك ولا ضو الأمر؟ وشي طبعا. بحق لك يا عمي، والله بحق لك. وين ما عتي طليتي علينا يا حلوه؟ شو زعلانه منا شي؟ بصراحه انا قبل 10 دقائق ما كنت زعلانه بنوب، بالعكس كنت جاي اعزمك على عيد ميلادي كمان. بس لما عرفت انه قرار البعثه طلع وانه الاستاذ فاروق هو اللي اخذ البعثه زعلت كثير. لا لا سلامتك، معاش الزعل يا هاني زي ياسمين. طيب ليش هيك عملت استاذ منير؟ شو نسيت السنه الماضيه لما وعدتني انه البعثه الجاي رح تكون من نصيبي؟ مزبوط، بس هالمره اختلفت الامور شوي، اختلفت تماما. شلون يعني اختلفت؟ يعني اللي بقصده انه طبيعه البعثه بتتطلب واحد مثل الاستاذ فاروق بخبرته الطويلة والدورات التدريبية اللي عاملها. إيه لك؟ يعني هلأ الخبرات والدورات التدريبية صارت أهم مني؟ الله يسامحك يا أستاذ منير. لا أنا هيك صرت كتير زعلاني. يعني شو كان بيصير لو أنه البعثة طلعت من نصيبي؟ كنا عملنا حفلة عيد ميلادي وحفلة الوداع بنفس الوقت. بس يا آنسة ياسمين، يعني في بس شو أستاذ منير؟ لا تخليني أزعل منك. بعدين أنت بيهون عليك تجي على عيد ميلادي وتلاقيني زعلانة منك؟ لا لا أكيد ما بيهون. بعدين أنا واثقة إنه قلبك الطيب ما رح يخليك تتركني للبعثة الجاي، مزبوط؟ الله يسامحك يا أنسة ياسمين، يعني ضروري تفوتي فيني من باب القلب وباب الزعل أنت الثانية، يعني ما بتعرفي إنه قلبي الطيب ما بيقدر يرد طلب وحدة حلوة وكربوجة وناعمة وأنيقة مثلك. يعني شو بفهم من كلامك؟ خلاص 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 ولا يهمك، أنت روحي هلأ وأنا رح خليهم يغيروا قرار البعثة ولا يهمك. ما رح انسى لك هالمعروف طول عمري يا استاذ منير. بدك شي؟ خاطرك. وين وين؟ شو خاطرك؟ لسه ما ضيفناكي شي. مو مشكله، ملحوقه مره تانية. بدي روح اشتري شويه شوكولا مشان حلي الصبايا بالمناسبه. لا تنسى تجي يوم السبت على الحفله، عم بستناك. لا بجي بجي بجي، اكيد رح اجي، انا اللي بجي، محلاني وما اجي والله. الله معك، مع السلامه. الو؟ أعطيني الأستاذ حسام بقسم البعثات. ألو مرحبا أستاذ حسام، بخصوص البعثة اللي كانت باسم الأستاذ فاروق، يا ريت تغيرها وتساويها باسم الآنسة ياسمين حن الحديد. على عيني أستاذ، بس شو السبب يا ترى؟ يعني في أي ملاحظات أو تحفظات عن الأستاذ فاروق؟ لا لا ما في شيء عليه أبداً، بس هلا كانت عندي الآنسة ياسمين حن الحديد وتناقشنا طويلا بأمور البعثة، فوجدت نفسي مقتنع بوجهة نظرها. شلون لا تسألني؟ أنا نفسي ما بعرف. أخصمك أسيبك لا، وجوه الروح هتفضل حبيبي اللي أنا. حبايبي المستمعين، منحييكم من جديد من إذاعة صوت الدلع يلي بتبس 24 على 24، وبعد ما سمعنا الغنية اللي بتعقد منكمل استقبال هواتفكم. ألو؟ مساء الخير. أهلاً أهلاً، مين معي؟ معك حسن من حمص، شلونك جوني؟ ماشي الحال، نشكر الله. الحقيقة أنا حبيت مسي عليكم وقلكم أني دائماً بسمع إذاعتكم صوت الدلع وبحبها كتير، لأنها من الإذاعات اللي أنا كتير. حسن شو بتحب تسمع؟ حاب اسمع غنية يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم لسميرة سعيد. يا حسن انا كتير بعتذر منك، اسف لانه الغنية مرقت معنا بالبرنامج امبارح، فيا ريت تطلب غنية تانية مشان ما يصير في تكرار بالاغاني، يعني بتعرف محطتنا دائما متجددة. طيب بطلب اغنية على ذوقك وبهديها للاهل والاقارب ولسعيد يا ريت تختصر حبيبي حسن، لانه بتعرف مشان نستقبل عنا هواتف كتير بتعرف انت. ولجميع الزملاء ولسلوى ولمها ومر. الو حسن. الظاهر انقطع معنا الاتصال، نحن كثير بنعتذر منك يا حسن وحاول ترجع تحكي معنا مرة ثانية، ظهر معنا اتصال جديد. الو؟ بونسوار جوني. اهلا اهلا بونسوار، مين معي؟ معك شروق من حرستا. شو هالاسم الحلو هاد يا شروق؟ خبرينا يا شروق، انت ومين قاعدة هلا؟ لحالي وضايق اخلاقي كثير. يا حرام، بتحبي اجي سليكي؟ يا ريت. طيب يا شروق هلا شو قاعده عم تعملي؟ حاطه الارجيله وعم بتسمع على برنامجك المهضوم. تسلمي لي يا رب، كلك ذوق، اساسا ما في احلى من الارجيله. طيب شو نوع المعسل يلي بتفضلي؟ انا بحب المعسل على ستروبري او الورد.
شيء أكيد، لأنه الورد ما بحب غير الورد. شو حابة تسمعي؟ أخاصمك لنانسي عجرم. يا شروق يا حياتي، أنا بعتذر منك كتير لأنه من خمس دقايق حطينا الغنية، فيا ريت تطلبي واحدة تانية. لا جوني بليز، ما تزعلني منك، كتير حابة اسمع هالغنية، بليز ما تخجلني. معقولي خجلك؟ خلص ولا يهمك، بعد البرنامج أنا رح أحط لك الغنية وأهديك إياها، وإذا بتحبي تعملي إهداء لمين ما بدك أهلا وسهلا فيكي. وجه تحياتي إلك جوني، وللماما وللبابا ولكل جيراني ولرفقاتي، وكمان بسلم على سامر وعلى لينا وعلى محمود وعلى أحمد وعلى زافيل، وبقول له لزافيل وينك يا هراب مبارح، وينك يا خاين، وكمان سلم لي على رنا وعلى محدين وعلى هالة وعلى نورما. ما تواخذني دخيل عينك، لأنه أنا يمكن كتير حكيت معك أخذت من وقتك، ما هيك؟ شو طولتي يا شروق، خذي راحتك، إذا بتحبي تهدي كمان أهلا وسهلا بكل مستمعينا. إيه تذكرت، بوجه تحياتي لغسان ولمدحت ولسيف الدين ولزهير ولكل رفقاتي ولكل اللي بيحبوني، وخاصة إلك جوني. مرسي على اتصالك يا شروق، وإن شاء الله بتكون كل أيامك مثل اسمك. معنا اتصال جديد؟ أيوة. أنا مندوب شركة الشعر الحرير، اللي شعارنا وداعاً للصلع وأهلاً بالشعر الطبيعي. أستاذ معي كريم ساحر بيقدر يرجع لك شعرك خلال أقل من شهر. أستاذ معي أزرق أبيض أصفر، تفضل أستاذ. هلأ فيقتني من النوم مشان تلعي لي قلبي؟ العمى ضربك، لسه ما لحقت لك أهلين كنت قاري لي جريدة. ما بيلزمني أخي، ما بيلزمني، بلا ما يهروا هالكم شعرة اللي صفيانين برأسي. ولو يا استاذ، انت اكثر واحد تقدر تستفيد من هذا العرض، بعدين بنصحك تلحق حالك، هلا الشركه عامله عرض بنص القيمه. استاذ امنت بالله على هالنهار، ولك حبيبي حل عني عم اقول لك، العمى شو انك دبقه وقليل ذوق العمى. استاذ شل والله لا امسح في درجه بنايه وشرشح مشرشح حما. بونسوار مسيور، آسفين يمكن فيقناك من النوم؟ لا لا ولا يهمك، مو مشكلة، أنا أصلاً كنت فايق من الأول، بس كنت عم صحصح يعني، بس ولا يهمكن هلأ صحصحت تمام، مشي الحال. نحن مندوبات من شركة رحام صحتك، ومعنا أعشاب للإقلاع عن التدخين، والأعشاب مثل السحر، يعني بأسبوع واحد بتكون تارك الدخان إن شاء الله. سوري بس نحن ما سألناك، حضرتك بتدخن؟ لا والله أنا آسف إلك إني أنا ما بدخل بنوب. لا تأخذنا، أخذنا من وقتك، نحن آسفين. طولوا بالكم طولوا بالكم، ليش مستعجلين؟ خير مسيو في شي؟ هو الحقيقة أنا أحياناً يعني بدي إلكم إني بنفخ تنفيخ، وخايف بكرة تتطور حالتي وصير مدمن، بقى تتفضلوا لجوا مشان تشرحوا لي طريقة الاستعمال. الله يسامحكم، يعني لو اجيتوا من 4-5 سنين كنتوا لحقتوا الوالد الله يرحمه قبل ما يموت بسرطان الرئة، لأنه كان يدخن كتير هو، يمكن كان كتب له الشفاء على يدكم. تفضلوا حبيباتي تفضلوا، أهلا وسهلا فيكم، شرفوا تفضلوا. قالتي لي شو اللي جذبك إلي لحتى رضيتي تحكي معي على التليفون بدون ما تعرفيني؟ صوتي مو هيك؟ هو على فكرة كل الناس بيقولوا لي كتير صوتي حلو على التليفون. شو هالحكي؟ مو صوتي؟ لكن شو اللي عجبك؟ لباقتي بالحديث؟ بسرعة يا أخ إذا بتريد، صار لي ساعة عم بنتظرك على التليفون. طيب طيب شبك مستعجل؟ ما خربت الدنيا يعني؟ ولك مرتي ولدي، بدي اتصل على حمص لأطمن شو جابت. إيش بدها تجيب يعني؟ يا صبي يا بنت، مبينة واضحة القصة. يا حبيبي لكن قلتي لي لباقتي بالحديث هي اللي عجبتك؟ بالله يحكي عن جد يعني ما يعني، لأنه جد، لأنه بصراحة شفت بالمنام أنه مباري فتحنا بطيخة عم طلعت حمرة مثل الدم. ولك حبيبي عم قلك مستعجل كتير، خلصتي بقى. لك يلا يلا لحظة، لا لا ما في شي، لا مو إليك الحكي، في واحد ملهوج عم يضايقني. ايه شو كنا عم نحكي؟ معك حق. طيب انت مين بتحبي من المطربين؟ رداح السواح؟ شو هالحكي؟
لا هو صحيح انا ما بحبه يعني، بس كرمال صوتك الحلو رح صير حبه. ومين بتحبي من المطربات؟ ولك حبيبي خلصنا الله يرضى عليك، لك افتصت من الشاب. يا ستي انا بحب نانسي عجرم ورويدة عطية وسوزان تميم بعد ما نفضت حالها. ولك يا روحي. وبحب مايا نصري. وبحب ولك خلصني يا حباب. وبحب كمان ملحم. ولك يا اخونا لك ببوس ايدك مضطر بدي احكي. لك حبيبي منين طلعت اللي انت منين طلعت منين؟ لك صرنا شهر عم نظبط بالمخلوقة، وقت اللي زبطه جاي بدك تنزل علي. لك حبيبي هي كابينة، وإذا معطل التليفون روح هنيك في كابينة. العمى شو هالناس هي؟ فعلا ما عاد حدا استحى. ايه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه حبيبي. ايه عن شو كنا عم نحكي؟ ايه عن الرقاصات. يا ستي أنا بحب من الرقاصات هي اللي نافخة صدرها. لك ايه هي الشقرة اللي بتلبس. لحظة 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 لحظة. بدك تحكي؟ مو مشكلة ماني مستعجلة. لا لا شو مالك مستعجلة؟ معقول يعني خليك توقفي لحظة. ايه بعدين بحكي بعدين. لا لا بس صار في عندي صوت وصورة ديجيتال. يلا باي. تفضل تفضل تفضل. بس هيك انت ما بتكون قطعت حديثك؟ مو مشكلة مو مشكلة بنوب ولو. خلص احكي انت احكي خدي راحتك. هلا بس تخلصي بنروح سوا. يعني قصدي هلا بروح انا بحكي من هذاك التليفون. في تليفون هنيك فاضي. احكي احكي خلص كانه انا اللي عم بحكي. مرحبا استاذ. اهلين هي سمين. طمني شو الاخبار؟ ان شاء الله تمام؟ كله تمام، بس كنت حابب اخذ رايك بنص الاعلان اللي نشره ان شاء الله وظيفه الرد على الهاتف. اي طيب اقرا لي اياه. حاضر استاذ. مطلوب موظفين وموظفات للرد. وقف وقف، مين قال لك تكتب موظفين؟ شو صاير لك استاذ سمير؟ شو نسيت انه هالوظيفه هي عباره عن شرح الهاتف لمميزات المنتج اللي عم يشوفوه الناس على التلفزيون؟ لا ما نسي. الا كان شلون بتكتب موظفين؟ الزبون وقت اللي بيتصل ليستفسر عن المنتج ويسمع صوت حلو وحنون بيغير كل توجهاته واحواله. بيكون متصل ليسال ما بيلاقي حاله غير طلب القطعه ووصلته على البيت بدون ما يحس. بقى شو بنا سمير؟ شو اول مره بتشتغل حضرتك بالتسويق؟ حاضر استاذ، هلأ بعدل الإعلان. بس في كمان مشان مشرفي الأجنحة بمعرض الكتاب، بتحب تضيف شيء على الإعلان غير موضوع إتقان عدة لغات؟ لا ما في شيء، بس لا تنسى تكتب مطلوب موظفات فقط. وأثناء المقابلات إذا لقيت البنت حلوة وحركة يعني ما في داعي ندقق كتير على شغلة اللغة، لأنه مثل ما بتعرف الجمال لغة عالمية، والعالم عنا بس يشوفوا بنت حلوة بالجناح بدهم يفوتوا عليه أكيد لحتى ياخذوا ويعطوا معها بقصة الكتب. وأكيد كل واحد منهم رح يشتري له شي كتاب حتى لو ما كان لازمه. ليش؟ لحتى يظهر قدامه بمظهر المثقف. ولا تنسى تقصر اللباس، قصدي توحد اللباس. وإذا لقيت في مجال تحط بكل جناح أكتر من بنت كربوجة وحلوة لا تقصر. حاضر أستاذ، بتريد شي تاني؟ لا لا بس بدي اياك تشد لي الهمه. تفضل. الله وكيلك يا ابو حميد. الشغل عدا من وقت ما فتح هذا المحل اللي بعدي والحاله من سيئة لأسوأ. انا انبلى عندي بضاعه قد اللي عنده باربع مرات. اصلا هو ما بيفهم شيء بهالمصلحه. ما هو بالأصل كان بياع مازوت، صار معه شوية مصاري قام فتح محل موبايلات سيديات. ايه لأنه هي الشغلة صارت شغلة الكل ببلدنا. يعني لو كان هو قاعد بالمحل ما كان في مشكلة بنوب، بس هو حاطط بنت بداله. لك الله لا يوفقها قديشها حلوة. بقى زبون وقت عم بفوت ويشوفها عم يشتري سواء لقى طلبه ولا ما لقى. ايه اما انا عم بيصير فيني نفس الشيء بس بالعكس. يعني بتفوت زبونه لعندي بتضل تسبل لي بعيونها وتتغمالي وتبتسم لي لحتى تاخذ القطعه بنص حقها. والله يا ابو حميد عم فكر من هون لاخر الشهر اذا ما تحسنت الاحوال راح اجيب بنت احلى من يلي عنده وحطها بالمحل واطلع انا افتح لي شيء بسطه فلافي. لك ايه بسطه فلافي؟ على ما قلي الصبايا ما فاتوا على المصلحه. لك شو بدنا نساوي؟ بدنا نعيش. حديث المرا.